اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد ويشاوات إسارة باكدي نائب وزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة في دورته 15. وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد ويشاوات مستعرضا معاليه علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين ومملكة تايلاند، مشيدا معاليه بما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم ونمو على المستويات كافة، وباستمرار التنسيق بين البلدين حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. وعرب معاليه عن اعتزازه بمشاركته في افتتاح القمة 35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، والقمم ذات الصلة التي استضافتها مملكة تايلاند مؤخرا، مؤكدا أن انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا سيدفع بالعلاقات بينهما لآفاق رحبة من التعاون المثمر في شتى الصعد. من جانبه أعرب سعادة السيد ويشاوات إسارة باكدي عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدا تطلع مملكة تايلاند إلى تطوير التعاون الثنائي مع البحرين على المستويات كافة.